السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصل الفاشر لعقد اجتماع المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية. عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي يقول لا خلافات والجيش على قلب رجل واحد. والسودان يحذر البعثات الأجنبية من مخالفة الأعراف الدبلوماسية. والي الشمالية يقول لا أسباب سياسية وراء الاحتجاجات، ومزارعو الشمالية يمهلون الحكومة 72 ساعة لإلغاء زيادة الكهرباء. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دغلو وعضو المجلس الهادي إدريس والطاهر حجر والوفد المرافق لهم صباح اليوم إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور. وسيرأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، وسيناقش الاجتماع سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا، بجانب الوقوف على تطورات الأوضاع الأمنية بإقليم دارفور وسير تشكيل القوى المشتركة ذات المهام الخاصة بتحقيق الأمن والسلام في الإقليم. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا قضى بتكليف محمد حسن دهب وزيرا بمهام وزارة التعليم العالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار حكومة تصريف أعمال تدير البلاد حتى قيام الانتخابات. وكان مجلس السيادة قد كلف 18 وزيرا من وكلاء الوزارات في إطار حكومة تصريف أعمال. نفى عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي ما تداول حول خلافات بينه وبين نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دغلو. ونقل صحيفة الحركة السياسية الصادرة اليوم عن كباشي تأكيد عدم وجود خلافات داخل المكون العسكري، وأكد الكباشي أن الجيش بكل مكوناته على قلب رجل واحد، مضيفا أن ما يدور من أنباء بشأن تفجر الخلاف بينه وبين دغلو بعد الزيارة الأخير سبب إشاعة مغرضة. كما أكد الكباشي أن أراضي الفشقة السودانية، مضيفا أن تحرير الأراضي المتبقية سيتم بعد توحيد الشأن الداخلي. انتقدت وزارة الخارجية السودانية تحركات بعض البعثات الدبلوماسية في البلاد ووصفتها بأنها مخالفة للأعراف الدبلوماسية، خاصة خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في السودان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية خالد محمد فرح إن الجهات الأمنية السودانية كشفت عن تحركات غير متسقة مع الأعراف والحدود الدبلوماسية ومخالفة بعض البعثات لميثاق روما، وطالبت وزارة الخارجية البعثات الدبلوماسية الأجنبية بمراعاة قواعد السلوك الدبلوماسي للبلد المضيف وعدم تكرار مثل هذا السلوك المشين مستقبلا. نفى والي الولاية الشمالية عوض قدورة عن وجود أي أسباب سياسية خلف إغلاق الطرق القومية بالولاية الشمالية، وأشار قدورة إلى أن السبب الأساسي هو زيادة تعرفة الكهرباء خصوصا في القطاع الزراعي. وقال الوالي إن هناك إغلاق كامل لشارع عطبرة عند منطقة القرير بجانب الإغلاق في منطقة الملتقى، مؤكدا أن إغلاق الطرق لا يشمل المركبات الصغيرة وعربات نقل الركاب، ويشمل الإغلاق والشاحنات فقط سواء كانت سودانية أو مصرية. وأشار إلى أن هناك لجنة في مجلس السيادة ولجنة بالولاية الشمالية تعملان على حل هذه المشكلة في أقرب وقت. هدد تجمع مزارع الولاية الشمالية باتخاذ خطوات تصعيدية جديدة في حال لم تتراجع السلطات عن زيادة تعرفة الكهرباء خلال 72 ساعة تنتهي غدا الخميس. وأكد المتحدث الرسمي باسم تجمع مزارعي الولاية الشمالية عثمان خالد أنه إذا لم تلغي الحكومة الزيادة التي أعلنت عنها وزارة المالية في تعرفة الكهرباء الأيام الماضية عقب تجميد الزيادات
السابقة بقرار لجنة سيادية، فإنه ستكون هناك خطوات تصعيدية أخرى يعلنون عنها لاحقا بعد إغلاق طريق الشريان الشمال. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم حرص الدولة على تطوير وترقية الزراعة والثروة الحيوانية خاصة، وأن السودان بلد زراعي وتعتبر الزراعة الحرفة الأولى لمعظم سكان السودان. وقال جبريل في تصريحات صحفية إن وزارة المالية تتشاور مع وزارة الطاقة لتخفيف العبء على الجهات الضعيفة، لذلك توصلنا للتسعيرة الحالية التي يستفيد منها الأقل استهلاكا، يتم تطبيقها على القطاع الزراعي خاصة صغار المزارعين. وبشر جبريل عن اتجاه بالدولة للطاقات البديلة بأقل تكلفة، كاشفا عن إنتاج طاقة شمسية العام القادم. قال مدير شرطة محلية أمبدة العميد الشرطة عبد الله عبد الرحمن أن جريمة الخطف والنهب بالدراجات النارية هي جريمة ذات دوافع شخصية لتلبية رغبات الجاني. وأكد العميد عبد الله في لقاء تلفزيوني على تضافر كل الجهود الشرطية والمجتمعية للقضاء عليها، مشيرا إلى استمرار حملات الشرطة المعلنة وغير المعلنة على مناطق الهشاشة الأمنية بصفة يومية. دعا رئيس حزب السلام والحرية والعدالة رئيس الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم الشرطاي آدم محمد السلطة العسكرية والمدنية للتوافق والحوار من أجل عبور البلاد إلى بر الأمان. ونادى الشرطاي في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة جميع أهل السودان للمشاركة في إيجاد حل توافقي عبر الحوار والتنسيق بين مكونات الشعب السوداني لتهيئة المناخ للفترة الانتقالية لقيام انتخابات حرة ونزيهة. وشدد على أهمية وحدة الصف الوطني وجمع الكلمة، وأشار إلى أن السودان يمر بمنعطف تاريخي خطير يتطلب من الجميع تضافر الجهود والعمل بتجرد وإخلاص وعزيمة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. قال الأمين العام للصندوق القومي للطلاب عصام عباس أن الصندوق شرع في العديد من الإجراءات الحاسمة بشأن مشاكل الداخليات. وأشار عصام في لقاء تلفزيوني إلى أنه طلب قوة حراسة ودوريات من شرطة حرس المنشآت، ووافق الشرطة الجامعات بتوفير 200 شرطي لداخليات البنات بولاية الخرطوم، مطمئن الطالبات وأسرهم بوجود الحماية الكاملة، وأن الأمر يأخذ الأولوية القصوى لإدارة الصندوق القومي لرعاية الطلاب. سيرت لجنة المعلمين مواكبا بالخرطوم والولايات إلى السلطة القضائية للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام على قتلة الأستاذ أحمد الخير تزامنا مع الذكرى الثالثة لمقتله. وخاطب عضو لجنة المعلمين السودانيين فيصل محمد المتظاهرين منوها إلى أن الأول من فبراير هو الذكرى السنوية لاستشهاد الأستاذ أحمد الخير. وقال بحسب صحيفة الجريدة على الرغم من أن المحكمة أصدرت قرارا بحكم الإعدام لقتلة الخير إلا أنه لم يتم التنفيذ لأكثر من عام، مؤكدا على استمرار التصعيد الثوري والوقفات الاحتجاجية والمواكب حتى تحقيق العدالة. كشفت لجنة أساتذة الجامعة السودانية لاجسو عن عقدها اجتماع مع وزير المالية لمناقشة قضية تطبيق الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات. وقالت اللجنة في بيان إن وزير المالية شكل اللجنة من 9 أعضاء، 3 منهم من لاجسو و6 من وزارتي المالية والتعليم العالي، وذلك لمتابعة تنفيذ الهيكل الراتبي وليس البحث عن تمويله. وأكدت اللجنة تمسكها بمطالبها ودعت الأساتذة للاستمرار في الإضراب حتى تحقيق جميع المطالب. شددت وزارة التجارة الخارجية على أي اتهام للوزارة بالتساهل بشأن الصادرات السودانية أمر غير صحيح. وقالت وكيلة الوزارة المكلفة آمال صالح بحسب صحيفة اليوم التالي إن الوزارة لم تتلقى أي شكوى من المصدرين والمستوردين حول إغلاق طرق شريان الشمال. وأوضحت آمال إن الوزارة غير معنية بأي معوقات تتعلق بإغلاق الطرق الشمالية. وأشارت
إلى أن الوزارة معنية بالتعامل مع المصدرين والمستوردين الذين تم منحهم عقودات للتصدير أو الاستيراد فقط، وطالبت آمال أي جهة تتهم الوزارة بالتواطؤ مع أي جهة أن تأتي بتلك الاتهامات حتى يتم الرد عليها. دعا الخبير المصرفي لؤي عبد المنعم إلى وضع سياسات تجارية تحد من استلام عملة محلية مقابل تصدير سلع أو بضائع عن طريق البر لدول الجوار، ونوه لؤي إلى أن هناك إشكالية في التعامل التجاري مع بعض دول الجوار، حيث يتم شراء السلع أو البضائع السودانية بالعملة المحلية مما يؤدي إلى الضرر بالاقتصاد الوطني. وأكد لؤي على ضرورة شراء السلع أو البضائع السودانية المراد تصديرها بعملة البلد أو بالدولار، وإبراز الأوراق الرسمية المؤيدة لذلك عبر نقطة الجمارك وبالطرق القانونية. دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي عبد الباقي عبد القادر كافة قطاعات المجتمع بالالتزام بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي وأخذ لقاحات كورونا، وأكد خلال حديثه في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم أن كل الأجهزة المختصة تعمل بشكل متكافئ على رفعة شأن الشعب السوداني، وقال إن الصحة في البلاد على المحك ويجب علينا التعديل في سلوكياتنا للعبور إلى بر الأمان. نحن مسؤولين من الصحة كلها، ولكن هي كورونا الآن زي ما شايفين هي طالعة في الكفر زي ما يقولوا، بقت هي الحدث الأهم والحدث العالمي الذي يعني هز كل المؤسسات الصحية العالمية على اختلاف مستوياتها، ونحن لسنا بمعزل من هذا الأمر حقيقة. يعني الحقيقة أنا عاوز أشكر كمان الشعب السوداني الصامد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها. قلوبنا يعني معاكم، ونحن جزء منكم لا يتجزأ، نحمل همومكم كلها في كل مناحي الحياة، ولكن في ميادين في مجال الصحة كمان نحاول نقدم لكم أفضل الخيارات للعبور من هذه المرحلة الحرجة إلى بر الأمان. أبشركم يعني أن كل أجهزة الدولة المفاصلة متكاتفة معا متفقة تماما على هدف واحد، هو رفعة وإعلاء شأن الشعب السوداني في كل مجالاته ومناحيه إلى أن يعبر من هذه المرحلة ويعني يقدم ويصل للمستويات أصلا معروفة عننا، يقدم للعالم النموذج الأمثل في كل المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نحن يا جماعة معروفين في العالم بصفات استثنائية ودلنا حافظ عليها. قال وزير الصحة المكلف هيثم محمد إبراهيم إن الموجة الرابعة من وباء كورونا لا تزال عنيفة من حيث الإحصائيات وانشغال الأسرة بمراكز العزل، وأكد الوزير المكلف أن النظام الصحي بوضع أفضل من ناحية عدد الأسرة والتدريب للكوادر الصحية والتعامل مع الحالات، كما قطعت الوزارة شوطا في التطعيم، وأشار إلى أنه تم البدء عبر مظلة اللجنة القومية للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة في تدخلات كثيرة لزيادة التطعيمات وإيصال اللقاحات لجميع أنحاء البلاد. المتابعين للوضع الوبائي ظاهر جدا، الوضع الوبائي في شكل موجات ظاهرة، موجة أولى موجة ثانية موجة ثالثة، وده واحد من الحاجات المعروفة بها الالتهابات الفيروسية عموما يعني، ونحن حاليا في الموجة الرابعة، والمتابع برضو إن الموجة الرابعة جاءت بصورة عنيفة من حيث العدد في كل ولايات السودان، بصورة أساسية في ولايتي الخرطوم والجزيرة أعداد كبيرة، لكن في نفس الوقت نحن نقول لقتنا في وضع أفضل من الموجة الأولى والثانية. على الأقل نظامنا الصحي حصل فيه شيء من التحسن للاستجابة لجائحة كوفيد. والنقطة الثانية، كثير جدا من الكوادر الصحية تم تدريبها لتعاملها مع الموجة. والمسألة الثالثة وجدتنا وإنه نحن برضو قطعنا شوط في مسألة التطعيم والتحصين ضد الكورونا. والمسألة الرابعة برضو
المتحورات الجديدة أقل شراسة من المتحورات السابقة، لكن ده كله ما معناها نحن في وضع آمن. لا، العدد الكبير بالتالي حيدي لاستهلاك النظام الصحي بصورة كبيرة، وحيدي لامتلاء الأسرة إذا الناس ما راعت الاشتراطات الصحية وما أخذت التطعيمات. حنصل للمرحلة اللي هي شفناها في الموجة الأولى والثانية، ناس يموتوا في الإسعافات، الناس ما يلقوا سرير يرقدوا فيه. عشان احنا ما نصل للمرحلة دي بالرغم من التحوطات دي، دائرين من الناس الالتزام بالموجهات العامة والإسراع إلى التطعيم. الصورة الوضعية الأخيرة مثلا حسيت تقرير اليوم في زيادات كبيرة جدا، المنحنى ما زال في تصاعد من كل ولايات السودان بصورة أساسية، ولاية الخرطوم، ولاية سنار، ولاية الشمالية، ولاية الجزيرة، ولاية القضائف، شمال دارفور، البحر الأحمر، دي كلها فيها إصابات مقدرة في اليوم ده. العدد الكلي للاشتباه بحالة الكوفيد فاق 100,000 حالة، والعدد أكدت الإصابة به 58,000 حالة أو تزيد. ده ما معناته هو ده كل الناس اللي عندهم كورونا، لكن ده العدد القدرنا نوصل له كنظام صحي بالمقدرة تحت الفحص المتاحة لنا في السودان. قال وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الخاتم الحوري إن قرار تمديد عطلة الفترة الأولى للعام الدراسي من 7 فبراير وحتى 21 منه جاء نسبة لزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وخوفا على صحة الأبناء وأسرهم. وأكد الوزير بمنبر وكالة السودان للأنباء أن التمديد يشمل كافة المدارس بالخرطوم الحكومية منها والخاصة، مشيرا إلى أنه قد صدر قرار آخر من إدارة التعليم الأجنبي بالبلاد يشمل المدارس الأجنبية أيضا بهذا القرار، داعيا كل مديري المدارس للالتزام بهذا القرار. صدر قرار رقم 3 لعام 2022 من اللجنة العليا للطوارئ الصحية والوقائية من مرض الكورونا بتاريخ 30 يناير 2022، وذلك زي ما ذكر الإخوان دكتور هيثم ودكتور الطاهر لتزايد الحالات في ولاية الخرطوم. لذلك صدر قرار بمد الفترة أو العوض الفترة الأولى للعام الدراسي 2021-22 بولاية الخرطوم إنها تستمر من يوم 7-2 إلى 21-2، يعني لحد الاثنين اللي هو 21-2-2021، وذلك لزيادة الحالات وخوفا على أبناؤنا وبناتنا الطلبة والطالبات وخوفا على أسرهم. القرار وصل ولاية الخرطوم، طلع قرار من دكتور غريب الله محمد أحمد المدير العام لوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم بتاريخ 30/1 وعمم على كل المدارس الحكومية والخاصة. بعد المدارس الأجنبية احتقدت أن القرار خاص بالمدارس الحكومية والخاصة فقط، لذلك صدر قرار آخر يوم 1/2 إنه من الأستاذة سناء أحمد الحاج عبد القادر مديرة إدارة التعليم الأجنبي بولاية الخرطوم أن القرار أيضا يشمل هذه المدارس. لذلك نوصي الإخوة والأخوات مدراء المدارس، الحالة أصبحت حرجة، هم يتخوفون من امتحان الشهادة الثانوية وامتحان شهادة الأساس، لأن امتحان الشهادة الثانوية سوف يكون بإذن الله 11/6/2022، أما امتحان شهادة الأساس سوف يكون 22 مايو. انطلقت حملة نظافة وصيانة الشوارع العامة صباح أمس الثلاثاء والتي تنظمها مبادرة دبلتنا الشبابية، وكانت نقطة البداية شارع الوادي عند تقاطع الأبراج بمحلية كرري بمشاركة وتفاعل واسع من قبل المواطنين، وشملت أعمال صيانة للأرصفة ونظافة للطرقات. ومن المقرر أن تتواصل الحملة بعدد من شوارع محلية كرري بحسب صحيفة اليوم التالي على أن تعم جميع أنحاء ولاية الخرطوم.
نهاية النشر. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصل الفاشر لعقد اجتماع المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية. عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي يقول لا خلافات والجيش على قلب رجل واحد. والسودان يحذر البعثات الأجنبية من مخالفة الأعراف الدبلوماسية. والي الشمالية يقول لا أسباب سياسية وراء الاحتجاجات. ومزارعو الشمالية يمهلون الحكومة 72 ساعة لإلغاء زيادة الكهرباء. شكرا لطيب المتابعة. نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.